كيف نعرف أن ما يصيب المؤمن ابتلاء أو هو مصيبة بسبب ذنبه؟ المؤمن يعرف هذا، يعرف أنه مسيء وأنه عاصي، فيكون هذا عقوبة، يكون هذا عقوبة، وإن لم يكن منه ذنب فيعرف أن هذا ابتلاء وامتحان، وقد يجريه الله عليه لرفعة درجاته، فقد يكتب الله له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه بالمصائب من أجل يصبر فيصل إلى المنزلة. فالمصائب إما أن تكون عقوبة على معاصي وتقصير في حق الله، وإما أن تكون ابتلاء وامتحانا ليرفع الله بها درجة المؤمن، ففيها خير، على كل حال فيها خير للمؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما الكافر فإن أصابته سراء فإنه يبطر ويتكبر، وإن أصابته ضراء فإنه يجزع ويتسخط، وهذا مثل ما قلنا لكم، هذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لا يفرح عند النعمة ويبطر، ولا يجزع عند المصيبة ويسخط. ولهذا قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم.